المرحبات، وفي هذه الأثناء نتواصل بالتعليق على أحداث وتداعيات هذا الشوط الأول الرئيسي، ونعتذر عن هذا الخلل الفني. مقدمة الشوط ومن تحتل المركز الأول في هذه اللحظة الهين لناصر بن عبد الله بن أحمد المسند بن دمر حمد بن مبارك بن ناصر الشايق الشهواني. يا سلام، هذه الهيل على مقدمة الشوط. وفي المركز الأول متصدرة مقدمة الشوط في هذه اللحظات، أول على مقدمة الشوط الهيم 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 الشوط شوط الهيم على المركز الأول. وفي المركز الأول في هذه اللحظات تنفرد أيها الأعزاء المركز الثاني، شديدة تصل في المركز الثاني شديدة وتعود مخيتها لخليل الناصر الشهواني. يا سلام، ولكن الشوط الأول مع الهيم، الشوط الرئيسي مع الهيم. الله، والهيم الهيم الهيم الهيم، سلام يا الهيم، سلام، تهانينا والناموس ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند المركز الثاني شديدة لخليل بن ناصر بن حمد الشهواني المركز الثالث. المركز الثالث وصلت مياسة لمحمد بن سعيد بن أحمد الرميثي. المركز الرابع كان من نصيب سلهوذة المبارك بن محمد بن زايد مطوع الخيارين. المركز الخامس مصيحة لصالح بن حمد القمرة النابت. إذن مشاهدين الأعزاء، هكذا جرت أحداث الشوط الأول الرئيسي في مساء هذا اليوم. نعتذر للسادة المشاهدين الكرام عن الخلل الفني الخارج عن الإدارة الإرادة المصاحب لأحداث وتداعيات هذا الشوط الأول الرئيسي. الهيم هي من خطفت الشوط الأول الرئيسي لناصر بن عبد الله بن أحمد المسند بقيادة حمد بن مبارك بن حويل الشهواني، فتهانينا والناموس. هذا هو ملخص الشوط الأول الرئيسي كما نشاهد في هذه الأثناء. هذه حضور كانت في ملخص الشوط الماضي لمحمد بن راشد بن حمد بن سلام الهاجري، وأتت الهيم لتختطف الشوط الأول الرئيسي كأول انطلاقة في مساء هذا اليوم. فتهانينا والناموس لمالك الهيم ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. هذه تصل إلى خط النهاية 8 دقائق ثانيتين 8 جزء من الثانية. تهانينا لناصر بن عبد الله بن أحمد المسند، والتهاني لحمد بن مبارك الشهواني. المركز الثاني شديدة 8 دقائق 3 ثواني 48 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لخليل بن ناصر الشهواني على اختطاف المركز الثاني 8 دقائق 3 ثواني 48 جزء من الثانية. تهانينا والناموس. بينما المركز الثالث تصل مشاهدين الأعزاء مياسة 8 دقائق 5 ثواني 98 جزء من الثانية. تهانينا لمالك مياسة محمد بن سعيد بن أحمد أرميتي، وتهانينا والناموس لكل الفائزين. هكذا